وخلال استضافه في نشره سابقه اكد الخبير الاقتصادي والاستثماري اسامه معين ان مملكه البحرين اصبحت اليوم حاضنه لمختلف الاستثمارات والمشاريع والفعاليات العالميه ذات القيمه المضافه العاليه على الاقتصاد الوطني وذلك بفضل الرعايه والدعم من قياده مملكه البحرين. في البحرين ومنذ السبعينات وهي بدات العمل على بناء قاعدة اقتصادية كبيرة القاعدة تنمو بش بشكل كبير جدا حتى أصبحت البحرين واحدة من اهم الدول مملكتنا الغالية بفضل قيادتنا الرشيدة طبعا في, في أنها تجذب البنوك والمؤسسات الاستثمارية ليش لأن القاعدة الاساسية لهذه المؤسسات موجودة فيها إذا توقفنا في فترة معينة والآخرين ممكن يسبقونه ولكن هذه المنتديات وهذه المؤتمرات التي تعقد ايضا لها اهميه كبرى انها تعيد دائما او ترجع للبحرين في مقدمه الدول التي تستقطب هذه المؤسسات الاستثماريه ليس فقط لان عندنا قاعده قويه من القوانين والتشريعات وكذا المؤهله لان تكون مملكه البحرين بهذه القوه ولكن ايضا لموقعنا المهم جدا في الخليج العربي